على بعد حوالي 8 كيلومتر من مركز الرشيدية، وعلى مشارف قصور منطقة مدغرة الغربية وبالضبط بقصر الحبوس، أحد القصور التاريخية بالمنطقة. اختار صديقان جمعهما حب الفن والتراث تشييد دار للفن، أطلقوا عليها اسم دار فن البقيع. دار فن البقيع هي متحف أثري تراثي يحمل اسم المنطقة التي يتواجد بها. متحف البقيع، هذا الاسم يضم بين ثناياه دلالات وأبعاد ذات طابع ديني صوفي. فالبقيع هو اسم لمقبرة توجد بالمدينة المنورة. يتكون متحف البقيع من فضاءات متعددة على شكل أبواب ونوافذ، تضم كل واحدة منها مجموعة من الأدوات التقليدية والتراثية. كل هذه النوافذ من أجل ترسيخ ثقافة القصور بكل مكوناتها وأبعادها التاريخية، الثقافية والاجتماعية. دار فن البقيع هي مفتوحة لتكوين الشباب الذين يرغبون في صقل مواهبهم في مجالات عدة كالرسم والنحت وبعض الأعمال اليدوية. مرحبا بكم في دار الفن البقيع. يتأسس من طرف جمعية ثقافية الفن بلا حدود. تأسيس ديال دار الفن البقيع جاء ثمرة المجهودات الفنية للجمعية، كانت تقوم بورشات في خارج المقر. اضطرينا باش نأسسوا المقر اللي هو الجمعية اللي هو دار الفن البقيع. خدينا الاسم ديالها لأن اسم صوفي تيجي من المقبرة اللي عندنا هنايا اسمها مقبرة البقيع. مقبرة البقيع مسمات من طرف جاية من اسم ديال البقيع اللي كاين في المدينة المنورة. ولا ننسى أن نشير إلى أن الدار تتميز بكرم الضيافة دون مقابل مادي.